كوكاكولا بدون سكر، طعم جديد، شكل جديد، وسعر جديد. لترا 90 دينار، جربها الآن. جديد كوكاكولا بدون سكر، 25 سنتيلتر، 35 دينار. خلال شهر رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر، استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. عيش الأنترنت كما تحب مع أريدو. أنا في رمضان ماذا بيا نضمنوا ونديروا الخير باش نفرحوا ولادنا. أريدو، عيش الأنترنت كما تحب. هذا كتاب الوصفات باش تحضروا أحسن رمضان. إذا كانت الحاجة سخونة أعطوها وقت برد، وتفكروا دايما أن الوصفة الوحيدة هي وصفة اللمة. بنة رمضان في كل لمة. خلال شهر رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر، استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. عيش الأنترنت كما تحب مع أريدو. أنا ب 30 جيجا نشوف المسلسلات ونعيش الأنترنت كما نحب. راح نجيب مالية صدقيني. صدقيه شو كذاب، نسيتي وش عمل في الحلقة 15. كاميرامان يطلع شوية كاميرا خلي نشوف وجهها. أريدو، عيش الأنترنت كما تحب. ودركا تمتعوا بفانتا بوم، فانتا فريز وفانتا اورانج، فورما جديد لتر ونص ب 100 دينار. خير عيشة، واش خصك اليوم؟ انا هنايا عمي كاين كلش، حبيت حاجه تنحي لي هذه الغمه وتنسني في المشاكل اللي مصارين في هذه الدار. هذا ما كان، شوفي شارجي اوريدو 1500 دينار كالعاده، راح تكون عندك الانترنت ديالك بيان سور، ويزيدوا لك 30 جيجا زياده كادو تساعدك. يعطيك الصحه عمي، بصح هاد لوف خليه بيناتنا، بالك تقول عليه ساره. أريدو، عايش الانترنت كما تحب. اسلم عليك نسيت الكارطه باه. اوبس اي اسلم عليك سدينا الكوكا. شكرا. بنت رمضان في كل ما مع كوكاكولا وبنت البلاد. شو هي صبر بركه فتو كيقولوا الخبر يجيبوه توالا ومن بعد نفهموا كلش بالبوده. ولدك مانيش حاب نشمها، خرجي عليا يا زربي، زربي خرجي عليا، هي اشكالية، خرجي خرجي عليا. حبيبي كم راهي تخطط تزوج بأمير؟ كلمة ما تعرفيهاش خليها تهدر، هذه هي قمرة. شوفي فيا، لو كان ما نزوجها لكش في نهارها ما يسموني زهودة بتعودة. وين راهي؟
هادو وين راهي؟ بلاقي خالت القيام نخلي ماتك وين راهي من الخير؟ وبنو هذاك فرح دير معاه الحاجة وليدو خضرة فوق عشا مع الوقت راني نعرف شن ندير معاه. أنا فوخذي ترى يكون نفيد والحاجة. هيا هيا أشربيها أشربيها ضربة واحدة مليحة. هيا 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 زيدي زيدي أيوة بنينة بلا سكر مليحة. روزة روزة خلي خلعتيني شي قلت لك ما تجيش جرية إيه خلاص سمحي لي يا ضاوية. واش هذا اللي كرفدات وما تخافش على ولدي فيك شكوى؟ إيه فراشات برك فراشات بركة يا أنا سليمان قال لي ما نزيد خليها حتى تهز حتى حاجة. ها معليش معليش ما نزيد نهز حتى حاجة واعد. يا هاي صح أيا مالا نروح نشوف الهدية. هاي صح بالسلامة. مش كاين خير سلام شو بيه قولي هاني سلك الخدامة الحاجة والزيادة اللي قلت لك عليها زدتها لهم تعالوا مخلص روحك عطيك الصح صح عمر الحاج واش مقعدك في الدار لهذا الوقت وين حبيت نروح ما قدرت نخرج ما قدرت نجمع ما قدرت ناكل ما قدرت نشرب واش راح ندير انا والله انا ثاني الحاج من نهار سرى لسرى لقمة ما دخلت فمي انا قلت زعما نرجع بنت خويا نرتاح ونتهنى ساعة الهم ولا زوج شفايا اكثر من عزايا يا الحاج ليه وش كاين قال خير ان شاء الله دخل معايا نحكو واش عليه يا ربي امير انا دخلت نحكو انت ثاني نحتاجك عندي هضره معك اروح وليدي اروح عزيزة نعم عاودي لي قهوة جديدة هضري واش عندك أمور الخير حتى بانا عندي هضرة معكم معليش الحاج قول انت كاش ما عندك من بعد ماني قلت لك هضري كما تعرف الحاج بنت خويا كبرتها وربيتها في هذا الدار واحدة من الولاد واللي صرا لها ما عندها حتى ذنب فيه هي صح غلطت وراحت برجليها صح كانت نيتها صافية كانت باغية برك تلقى حل لخوها والبنتك حل الواش يا ام الخير مازالنا في نفس الحكايه ونفس الهضره ويزا خليها تهضر كيما راك تشوف الحاج راهم جاوا نساوين ورجعنا في فك وربط زعما جاوا باش يتفقدوها سيرتها على كل لسان في الدوار بالطفلة راح يضيع يا الحاج راح يضيع والخير مش راكي باغي يا هدري من الاخر الطفلة ما غلطت ما جابت العار لهذا الدار والناس ما ترحمش يا لويزا الطفلة لازم تتستر ان شاء الله داكش ما جاش كاش خطاب نزوجوه انسى يا الحاج انسى نمد بنتي لكاش عرش بعيد يعيرها في الرايحة والجاية وعلى بالي راح تطلق وترجع لعندي وهكذا نكون درت غلطة أكثر منها أمي لو وش حبيتي أنا نقول لك وش بغات مرتك يا الحاج مرتك بغات تتزوج بنت خوها بواحد من هذا الدار هاو مليح
لحي لويزا كي رجعتي تفهمي. إيه الطفلة لازم تتزوج بواحد من هذا الدار. أنا من بكري نفهم يا أمو الخير، واللي في هذا الدار جاب لي ربي كامل متزوجين. وشرع حل الأربعة. إيه صح، أنا ولدي متزوج مع مرته وراه متهني معاها، ماني باغي نزيد له لا الثانية لا الثالثة لا الرابعة. يا بلاصة دي تهبل. شفتي يا عيشة؟ شوفي هاتي، أنا كي كان يحبني ويغير عليا. روز على بالك بلي أنا مازال يحبك. أنا خايفة يا عيشة. لو هيك خايفة؟ أنا خايفة يزوجوه بقمرة. عرفتي؟ كيفاش عرفت؟ علاش انت كنتي عارفه وخبيتي عليا؟ ما خبيتش عليك روزا، هاكي تعرفي خالتي ام الخير همها في الدنيا دي كامل تتهنى على الهادي وقمره. خليها برك بلبل تبلبل وتسكت. هيا كملي وريلي تصاور الحاج. انا ولدي راه متزوج لاباس عليه متهني، ما رانيش قابلته يعاود الزواج. ويلي على ولد خوك الهادي، انا اصلا مانيش قابلته لبنتي. مش رايك يا لويزا؟ ام الخير من الاخر، ما ندي من عندك ما تدي من عندي. الحاج هذه الزواجة راح تحبس القيل والقال وتمنع حرب كبيرة قادرة تنوض ويتمطف فيها. حيت قمرة يا الحاج، حيت قمرة بين يديك. بابا بابا قول حاجة. مش حبيتني نقول يا وليدي كلمة الحق تتقال، واللي قالته خالتك أمو الخير لازم يندر. مش من حق بابا، أنا مزوج وعندي داري، حبيتوا تهدموا لي بيتي ولا كيفاش؟ على بالي بصح الله خالب الهضرة كثرت لداخل وبرا. وانتو ما تحلوا مشكل بمشكل، وأنا واش دبي في الهضرة تاع الناس؟ أنا مزوج بداري، كيفاش تزيدوا تزوجوني بالسيف كي أنا كي قمرة؟ لكن عليها هي قابلة وراضية ومسمية عليك من بكري. من بكري وانا درك راني نتزوج، وانا كيما قال قول لدي راني معاه. انت ما بكش ولدك يا لويزا، انت برك لازم تخلفيني. افهميها كيما بغيتي. وحزية ثاني ما راحش تزوجيها بالهادي ولا في هذه باغية تصدري بنتك. استرها من واش يا ام الخير؟ هي هذه اصلا حكايه قديمه، غير انت مازالك حاكمه فيها، حكايه ماتت. هذه ما رانيش قابله بها. كونك مهنيه يا ام الخير. الحاج احكي مع مرتك. لويزا لي مشاورك ما تدبر عليها، وجدوا العرس. خلاص وين؟ قلت لك نوضي. علاه؟ دي فارستك؟ اه امير واش كاين؟ يا اخي عندك سيمانه وانت تقولي لي اديني نشوف بابا، اديني نشوف بابا. اي مانيش رايحة من حتى نفهم واش كاين. روزا امشي. امير نشوي على الطفلة ونراك مديها. عايشة بيني وبين مرتي ما تخليش روحك. هاي يا امير مشوي عليها، راك تعرف بلي هي مريضة. ما عندكش حل اخر يا حاج. ايوا امشي. أمير خليها تزيد نصرة بيك. يما خلاص ما تهضريش معايا، وأنا واحد ما يقول لي واش ندير في حياتي. استنى نحكي معاك. خلاص يما. أمير ولدي وين رايح؟ يما قلت لك خلاص. أسمح فمك يا أمير. خلاص إذا ما بغيت يا مرة
ولدي تبرديني كتافي يا ام الخير. صح والله والله ما يرجع ولدي امير، ما تبقى ريحتك في هذا الدار. خليتي علي يا ربي، خلي علي. يا ربي يطلع، انتم واش كاين؟ واش صرا في الدار هذي؟ الحاج الحاج اجري براقي يا الحاج، الدار هذيك شو دايره لها في الماء؟ ام الخير انتم واش فيكم؟ واش كاين؟ بيزا بيزا الحنانة خلاص. الله يا ربي الله، مشاكل في الدار هذه ما يفضوش، حنا والمشكل نتاعو في مشكل واحد اخر. روح علي ولدي، لا كان راك مفرط في امك، روح على خلي بالك. نسيت مطفيه، ما لقيتها منك علي ولدي، ما لقيتها من الدار. كون روح زيد نقول لحاج درك يقول لي خرجي عليا. مش الزروديه هذه الواحد راهو راح شنق روحه وتهنى. جابك ربي بنيتي، خلي كاش من شيخ وشوية تنحي لي شوية على قلبي. سامحيني يا بنتي، على بالي من اللي مرة روحتي وانا ما جيت عندك، لا طليت عليك لا سقسيتك على اخوالك. لاباس شوية الدنيا مهولة برا وانتي تسقسين على اخوالي؟ خمي على روحك قبل. بديتي خطيفتهم وقتاش تفهمي وتولي كمان عجايز الاخرين؟ وشوية عجبك حالتهم هما كي يضلوا نهار كامل هما يتناقروا كالقطوطة وانا وشوية قلتي واحدة باغية تحكم في الدار والاخرى باغية ولادها يتزوجوا بالسيف؟ هي قليني اه على خاطر كل واحدة فيهم تضرب على صلاحها وصلاح ولادها وعلى رايسها، وتقعدي هنايا تاكلي حتى وين تطفر. قلتي خاطري الحسوسات، راني حاكمة شمبرتي، ناكل في زروديتي، نتفرج في التلفزيون تاعي، الحضرة تدي وتجيب، عندي ما دير بها. ولو كان غير يزيد يعيط لي علي ولدي ما نقولش خلاص ربي يزيدني. خمي لي درك انت فعلي ونسى الله اللهم يتقاسموا في الاراضي. شمن اراضي؟ ياك تزوج بكم قريب مور بعضاكم، علاش ما كتبلكمش كامل الاراضي؟ علاش ما كتبلكش ليك انت تاني؟ يا طفله كي يقدر فيك الشر هنا في دار الحاج ولا وشيه؟ ولا بغيتو تورثوه وهو حي؟ لا خالتي في الدوم، انا هي نخمم لك على صلاحك، انتي اني قلبك حنين والناس ما ترحمش. هاي ام الخير ادت حقها ومازالها طامعه في الحاج الصغير يدي نص الملك تاع الحاج. تقعدي غزيلي في زروديه واستني ولدك اللي محوش عليك يعيط. انت والله ما تحشمي، خليتي تخمي في الورث وراسك. لا انا ماني رابحه والو من هاد الزواج، من هاني جيت وانا في وسطكم كي الخدامه، واش تقولوا لي ندير؟ هاي عيشة هاي قريبة حتولد والخير قريبة حين يهزوه، وأنا
حنا راجلي ما نشوفوش من العام العام، زيد تحبيني نسكت كي نشوفهم يتقاسموا في خير الحاج؟ شوفي يا زينة، والله والله لو كان ما تسكتيش، لو كان ما يروحش علي ولدي نقولها له كلمة بكلمة، ما سباش أنا فاطمة. ها واش تقولي له؟ وين راه هذا الراجل؟ قولك بدل علي وجهك، خشي أي خذي 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 بدل علي وجهك. هاني خارج صراحة، يجي نهار وين تنام. شوفي الطفلة شوفي، من نهار اللي راحت البيت قوالها روحتني كنحنش. أنا اللي خليتك، والله يا زينة لا تزيدي تعتبيها. روحي يا زينة اللي راح حطت الله لي. خلي برك خلي برك. كولا بدون سكر، طعم جديد، شكل جديد، وسعر جديد. لترا 90 دينار، جربها الآن. جديد كوكاكولا بدون سكر، 25 سنتيلتر، 35 دينار. خلال شهر رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر، استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. عيش الأنترنت كما تحب مع أريدو. أنا في رمضان ماذا بيا نضمنوا ونديروا الخير باش نفرحوا ولادنا. أريد أعيش الإنترنت كما تحب. هذا كتاب الوصفات باش تحضروا أحسن رمضان. إذا كانت الحاجة سخونة أعطوها وقت برد، وتفكروا دايماً أن الوصفة الوحيدة هي وصفة اللمة. بنة رمضان في كل لمة. خلال شهر رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر، استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. عيش الأنترنت كما تحب مع أريدو. أنا ب 30 جيجا أقدر أعيش الأنترنت بلي تشالنج بلي ستوري ولي لايف والسرعة في الجيمين. خويا جيم اوفر. أريدو أعيش الانترنت كما تحب. ودركا تمتعوا بفانتا بوم، فانتا فريز وفانتا اورانج، فورما جديد لتر ونص ب 100 دينار. مانيش قادر نشمها. حق النفقة تاعها باه ما يقولوش ولاد الحاج ظالمين، عطيتها أكثر من حقها 10 مرات. كذا باش نتهناو منها ومن مشاكلها ومن فاميلتها كاملة. معليش خليهم دوك نشوف معاهم نبعثهم لها نبعثهم لهم. سلام كل شحنة تزيد في الراس فهمة. شبعت فهمة،
هذه هي الدنيا ولدي، طيح وتنوض طيح وتنوض حتى يكمل عمرك، ما يغدكش الحال. احمد ربي كيما جبت معها صغير فقت لها البكري. وش عايفني الحال من روحي؟ عايفني الحال من الناس اللي تعبتهم معي. مرتك قلبها بيض، هي دور الدور وترضى. كنت ما راح تسامحني باش راح تنسى وش درت فيها. تنساش انت اللي تنسيها، صح لعينيك تعاود الغلطة اللي درتها. هذا المرة وقفنا لها كامل به ما تطلقش. من اللي هي جات بنت عاصل ودارتنا الوجه لينا ولا الصغير اللي راح جايها في الطريق. هي شكي تعدري شكي تعدري اي شاب نلقاش كيفها وش فيها في حتى مرة حتى في طفرها. برك راني خايف إلا ما تحبنيش كيما بكري. إيش راك تقول؟ إيش راك تقول؟ عيشة حلت عينيها عليك في هذا الدنيا، تمها وبابها. هي بصح انت لازم تدير اللي عليك وأكثر، وراح تشوف يا سلام، راح تشوف إلا ما رضاتش وما رجعتش خير من اللي كانت بكري. هيا نوض نوض وطيش على روحك ونفض الغبار وخرج للدنيا. خرج للدنيا كي السبع ولدي كيما نعرفه. هيا هيا وجدوا للعرس اخوك وقمره. شو العرس؟ هي عرس اخوك وقمره زوجوهم. ما لازمش نعطل كما المرة اللي فاتت. هيا الحاج حكى معاه وزيره ولعبها زعف، غضب ورفض مرته وراح. ما عنده وين يروح، راح يرجع يتزوج بالطفلة. لازم نستروها، ما كانش حل آخر يا سلام. نعيد نروح نتكسر شوية. نعم الله. تحكي مع أخوك عقله، قول له يرجع ما يطولش. هاي سلام سلام. نعم ودورك علاش راكي تبكي؟ علاش راكي تبكي؟ ما تعيطش عليا، إذا تحب تطلقني طلقني. نطلقك؟ تخيلت كلش في حياتي. الضهر تفرقك. مانيش فاهمة وش بيكم. راحت راحت، وش حبيتوا تحكموها بالسيف؟ زين انتي صح ما عندكش قلب. لو كان ما عنديش قلب كون مانيش هنايا معاكم، كون راني في بيتي راقدة مش جيت ساميتكم من كثرة ما قلبي وجعني عليكم. كنت خايفة من نصرة، هادشي كامل مسبابي. كان غير جاي يستاهل. مانيش فاهمة حيزي انتي علاش راكي تلومي في روحك. واش دخلك في الحكاية؟ الطفلة هي راحت ليه برجليها، هي وصلت روحها، وأمير نعرفه من زمان بلي ما يحبهاش. علاش راكي تلومي في روحك؟ وقمرة ما خممتيش فيها؟
حياته بعد الشيء اللي صار. يا ربي طفلة هذه ما تفهمش. يا طفلة الحمد لله ربي الحكاية جاتها كل شيء كتر. وش حيزيد يجي من هذا الشيء؟ ندير لكم قهوة ونحكي لكم وش راح يصير أكثر من هكا. الوقتاش كنت معاول تقول لي حتى تعرضوني لعرسكم؟ معليش خليني نشم شوية هوا. ما راحش نخليكم، ما راحش نسكت. عندي زمانة ما نقول لك أمير ديري لدار. وش كنت تقول لي؟ تقول لي صبري روزة، روزة صبري. دوكا كعرفت بلي حتزوج بقمرة جاي تجري مليح. راح نتزوج بقمرة. أنا كان لازم عليا ندير حساب لهذا النهار، النهار اللي عرضت فيه هذيك الدار تزوج والثانية والثالثة والرابعة. إذا أنا معطلتك روح روح دير العرس. وكي راكي معطلتني وراح نتزوج عليك، نقدر نعرف واش راني ندير هنا؟ واش رانا نديرو هنا؟ أيا فهميني. باش تديني لدارنا. نديكم لداركم، نتزوج، نسمح فيك. واش أكي غير تيري غير حوايجيكي الناس ما لبستهمش، واش حبيتني نفهم؟ حكيت لي كلش حيزية، كان تزيد تهدر. حيزية حكيت لك كلش، وانت الحاجة اللي تفهميها من الحكاية تاع حيزية اللي حكيت لك كلش هي أنه أنا راح نسمح فيك. أه؟ نسمح فيك. يا بنت الناس أني طلعت هربت خرجت ديتك وهربت. راكي عارفة علاش؟ على خاطرش قلت لهم لا ما رانيش قابل ما نتزوج. واش ما راكش قابل؟ ما رانيش قابل نتزوج غيرك، ما نتزوج لا مع قمرة لا مع غيرها. إذا لازمني نتزوج عليك ولا نخرج من تلت الغالي، نخرج من تلت الغالي ونسمح في كلش. قل والله. هذه تاني فيها والله. أمير تحبني؟ روزة باينة بلي نحبك. علاش هاك ديري هكذا؟ علاش؟ شغل ما تعرفينيش أنايا، ما تعرفينيش هاك. نتزوج عليك، أنا نجيب لك مرا نقابلك بها مور كاع اللي عشناه مع بعض. روزة على بالي بلي غبنتك، وعلى بالي في بعض الأحيان تحس بلي ما نحبكش. بصح أقسم بالله العلي العظيم أنا ملي نخرج من الدار نخرج، شتي كي نجي خارج من الدار وأنت في قلبي وفي راسي، حياتي كاع بانيها عليك، كلش نديره بيك. روزة أنا راجل تاع مرا وحدة، أنا ماشي كيما خويا ولا بابا يا ما نتزوجش. تحسب جنازة يا لطيف، شوية عقل، واش صرا لكم؟ هاني درت لكم قهوة، الله الله تعدل الكوستو. بصح، الله يسلمك، هاك واشرب ونحي ضيقة الخاطر. ربي يفرجها علينا إن شاء الله. آمين. إن شاء الله، إن شاء الله. ندير لك السكر. تكتريش. هكا؟ أمير معليش نجوز لك روزة دقيقة حابة تهضر معاك. الو روزة لاباس؟ سلام، حبيت نطلب منك عفسة بصح بالك تردني. ايه صح عيشة. أنا سلام. روحي نحتاجك. هاني جاية. هيا. ها
عندي جيم. والقهوة؟ بصحتكم شربوا انتم وراح نشوف شي ساعة. ما فهمتش انا المخلوقة هذه وش ولات تحسب فيها راحة؟ علاش غير الخير واش دارت لك؟ ما كيش تشوفي طيبت لها القهوة على جالها وهي راحت وخلاتها. صحيت لها راجلها لازم تروح تشرب قهوة وتخليه. واش كاين السلام؟ واش خاصك؟ واش دير الفاليزة؟ ها رحت لحقها ما قدرتش تعيش بلا بها خلاص. كيفاش نلحقها وانتي معايا؟ كيفاش وانا معاك؟ واش دير الفاليزة خلينا نروحو نحوسو شوي. حوسو؟ كيفاش؟ حوسو صح وقتاش؟ واش دير الفاليزة الزربية اسمي نروح نسخن الطونوبيل ونجي نلقاك واجدة صاي؟ اه خمس دقايق زوج دقايق زوج دقايق كلشي يكون واجد. اسمعي فكرتيني. نعم زينب بنتنا خليها تقعد مع امها. سلمى انا عمري ما خليتها وحدها ما نقدرش نروح بلا بنتي. عيشة عايشك يومين برك يومين برك ايش معنا يستي المرة الجاية نروحوا مع بعض. ها خلاص شامي قعدت انا وياك جراي مع امها تتهلا فيها مع حيزية الضاوية. لا خلاص روح. اسمعي بتلي علينا الروبة الزرقاء هذه. هذا الحس كامل على القهوة. خويتي خليها نشربها انا كتبت لي ليا. لا 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 انا اخذت الويزا خلي دوك ندير لك واحده اخرى جديده. لا يا خويتي هاي تبان جديده باينه جوغ ما شربتش منها شعلت بغول فساد خلينا نشربها انا. معليش معليش خلينا ندير لك واحده اخرى خير. نحيتك ناوضيليش جنوني قلت لك خلينا نشربها نشربها. خويتي باهي القهوه بركان زيد فيها شويه فلفل لك حلاله. ايه يمكن مثل تلقاني. انا عمي جيتك من بلاد بعيده. مرحبا بك وليدي جيت سياحه. لا لا يا الحاج هاد المره جيت نحوس عليك انت. خير ان شاء الله. واش كاين؟ راه عندي لك خبر. حاجه انا عسكريم بعوت واش تنبلغك على وليدك عليا. أنا عمي وليدك علي. وليدك علي طرقت عليهم بومبا في الجبل وحاليا راح مفقودين. فاتوا أيامك يا سارة فاتوا ايامك يا سارة فاتوا ايامك يا سارة فاتوا ايامك روحي روحي الله لا يردك يا سارة. عايشة بنتي. نعم وينو سلام؟ راح الطوموبيل. راح يجيب الخدام نتاع الضو. نسيت باش نقول له خالتي. هكا يعني هذه نعول عليك عايشة بنتي زعما وصيتك درك نقعدوا في الظلامة كل يوم خير إن شاء الله. مش ده فاليستك وين رايحة؟ رايحة مع سلامة خالتي حيديني نحوس. إيه أنا قلت له نسيها ما قلتلوش اديها مليحة هذه بعد. إيه ما خسر القرد غير الورد الدار مخلطة هو باغي يحوس. جيت
شما مشي انت اللي قلتي لي انفض الغبار على روحك وحط رجليك و... ايه قلت لك وقف على رجليك ما قلت لكش عطي للريح يديهم ها والدار راهي مخلطه وقاعده المحاينه رانا فيهم واش من محاينه ما درك نتقاول من محاين المحاين درك لو كان نتبعوا المحاين هذو ماشي راح تفرى يومين بركه ما يومين انا وعايشه يا ولدي خوك راح تزيد تروح انت ثاني والخدمه شكون يوقف عليها ها عرفت صلاحي وانا مع الخدمه امو وكي وصلت باش نخرج انا ومرتي زيد انا قلت مدام امير عيط لي قلت نبروفيتي لوكازيون نروح انا ومرتي نشمو شويه هوا وزيد ما تنسيش ما الحياه صغيره فطريك سما ايه صح صح وباباك خممت عليها ايه بويا انا بويتي لي تعرفي له شوفي كيفاش تقنعيه ولا تفهميه ولا صح انا نعرف له وانت تعرف لي معليش هيا بركه خالتي يومين بركه ونولي وانا بروحي ما نقدرش نطول على زينب يا خلايا ما تقولي ليش تاني زينب ما حاش تديها معك ها بدي ولا زينب لا انت يما عاوز نريح شويه راسي راس مرتي ها انا قلت لكم والله ما عودتو تحشمو سمعنا باش توجدي روحك فهمت انا كبير قلت لك بدلي الروبا الزرقاء لينا يعني هيا زربي يا زربي يعطيك الصحة اخويا لازم يا اخويا بلا جميل معك خوك الصادق والسي احمد هو اللي جابك هو اللي قال لي داويه وقال لي تهلا فيه انا ما ندير حتى حاجه بلا ما يقول لي هو الله يجازيك خويا احمد والله عمري ما ننسى وقفتك معايا بلا مزيه خويا بلا مزيه الحمد لله على سلامتك وربي يشافيك ان شاء الله ربي يبارك فيك امين وانت قولي اسمك بوك الله يبارك عشت الاسامي علاش نجي شوف راك راجل صغير وراك باين خشت في حل جدك اي حاجة هذه هدية من عندي باش تفكرني بيها هكا وباش تفكر بلي راك سلكت عسكري اكثر منك بمترتين مش مضرب بابا كان يا خوتي بلا ما نوصيكم بالك مجيو لبلادي وما تقولوا ليش ان شاء الله يا رب مرحبا بكم في الثلث الغالي صادق اسمي ميروي انت يا الثلث الغالي انا امي خوك مالي ولد الحاج الكبير ولد الحاج الكبير انا امي تعرفوا كيفاش ما سمعت عليه وبكر طير وبكر راني نقول لك طير صادق ما كاش لي يخرج منا صادق راني نحكي معاك ما كاش لي يخرج منا فهموني واش كاين صادق خويا اسمح لي انا ندير غير شي يقول لهم جاوبوني سبحان الله احمد اللي نهضر معاك صادق احمد صادق احمد فهموني احمد خويا الله يحفظك راه غير بالحق معايا صادق احمد صادق صادق صاري صادق فهموني احكي معايا يا صادق احكي معايا وش كاين يا احمد
هي كبينا شوية. هذه أنا وسليمان نخدموا لها. مساء الخير عيشة، واش خصك اليوم؟ انا هنايا عمي كاين كلش، حبيت حاجه تنحي لي هاد الغمه وتنسني في المشاكل اللي مصارين في هاد الدار. هذا ما كان، شوفي شارجي اريد 1500 دينار كالعاده، راح تكون عندك الانترنت ديالك بيان سير، ويزيدوا لك 30 جيجا زياده كادو تساعدك. يعطيك الصحه عمي، بصح هاد لوف خليه بيناتنا، بالك تقول عليه ساره. أريد عايش الانترنت كما تحب. كوكاكولا بدون سكر، طعم جديد، شكل جديد، وسعر جديد، لترة 90 دينار، جربها الآن. جديد كوكاكولا بدون سكر 25 سنتيلتر 35 دينار. خلال شهر رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. عيش الأنترنت كما تحب مع أريدو. أنا ب 30 جيجا هقدر نعيش الأنترنت بلي تشالنج بلي ستوري ولي لايف والسرعة في الجيمينج. خويا Game over. أريدو عيش الانترنت كما تحب. هذا كتاب الوصفات باش تحضروا احسن رمضان. اذا كانت الحاجه سخونه اعطوها وقت برد، وتفكروا دائما ان الوصفه الوحيده هي وصفه اللمه. بنة رمضان في كل لمه. خلال شهر رمضان لكل تعبئة 1500 دينار أو أكثر استفيد من 30 جيجا مهدات وساهم ب 30 دينار لصالح الأطفال اليتامى. عيش الأنترنت كما تحب مع أريدو. أنا الأنترنت نعيشها كما نحب. لي فيلتر والموسيقى أريدو عيش الأنترنت كما تحب. ودركا تمتعوا بفانتا بوم، فانتا فريز وفانتا اورانج، فورما جديد لتر ونص ب 100 دينار.